دكتور انا الحقيقه سعيد جدا بهذا اللقاء. انا سعيد جدا وبشكرك على هذا اللقاء، وبنا لقاءات اخرى عشان نتكلم في موضوعات كثيره، لان الاحداث اللي جايه ان شاء الله كثيرة. تبقى كثير ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا. طيب معانا سيد اللواء احمد ضيف صقر مدير امن الاقصر عشان نتعرف منه على اخبار الاوضاع الانتخابيه في الاقصر. سيد اللواء مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك. اخبار النهارده ايه؟ يعني حدثنا عن سير العمليه الانتخابيه، وهل هناك اي ملاحظات امنيه او اي خروقات امنيه وقعت اليوم في الاقصر؟ لا ان شاء الله ما فيش اي خروقات امنيه، وتمت العمليه الانتخابيه بسلام، والساعه 9 مساء حاليا بيتم تجميع الصناديق والغلق الصناديق وغلق اللجان الانتخابيه. عظيم جدا يا فندم. طيب احنا النهارده مرينا بيوم احنا بسميه دايما سيمفونيه انتخابيه عزفها الشعب المصري قبل الشرطه والقوات المسلحه وفي كل المحافظات التسع اللي مر فيها الانتخابات، شارك فيها جميع اطياف الشعب المصري كله بكل اطيافه وبكل اتجاهاته المختلفه. ده كان نشان النهارده على صدر الشعب المصري قبل ما يكون النشان ده موجود على صدر الشرطة والقوات المسلحة. طبعا على صدر الشرطة والقوات المسلحة يا سيادة اللواء، لأن الحقيقة احنا سعداء بهذا التأمين الحقيقة، وجميع يعني جميع القوى السياسية بتقول هذا الكلام، والناس كلها بتقول ان في حالة جميلة النهاردة، يعني في حالة تناغم الجيش والشرطة والشعب، فعلا كلهم النهاردة كانوا ايد واحدة عشان تتم هذه العملية الانتخابية الناجحة. شكرا يا فندم. وانا احب اتقطع الاتصال مع سيادة اللواء. انا مع حضرتك. اتفضل يا فندم. التناغم والتلاحم اللي حصل النهارده ده سبق عدة اجتماعات مسبقه مع سياده المشير مع في المجلس العسكري مع ساده مديري الامن التسع اللي تمت فيهم الانتخابات النهارده، ومع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخليه. قام الكل التضافر وتم وضع خطه امنيه محكمه مع القوات المسلحه لتقديم كافه التسهيلات وتذليل كل العقبات لكل المواطنين اللي أدلوا بأصواتهم. حضرتك النهاردة لو تشوف المنظر في الأقصر وفي المحافظة في الأقصر، وهو الشوارع مغلقة، الشارع الاتجاهين في شارع مغلق، متواجد فيه المواطنين متواجدين كلهم بيدلي بصوته. لو تشوف السيدات ومعهم أطفالهم دي دليل أمن وأمان لكل مصر. تشوف الروح المصرية اللي هي طالعة ومصممة ان هي تلبي النداء، ان هي تقف قدام اللجان وكل الروح يدلي بصوته، صوره للعالم كله وخصوصا في مصر. انا بقولها وبقول ان في امن وامان لمصر، وبقول للسياحه الخارجيه تعالوا هتنعموا بالامن والامان في مصر ان شاء الله. طب طمني بقى، هيتم تامين الصناديق لغايه بكره الصبح ازاي في الاقصر يا فندم؟ تم وضع خطه محكمه ان شاء الله باذن الله وبتوفيقه مع اخواننا في القوات المسلحه. هنستلس الصناديق فورا بعد تشميعها بالجمع الاحمر من اخواننا في اعضاء الهيئات القضائيه، ويتم الحراسه عليها بدءا من الساعه 9 مساء حتى الساعه 7 صباحا. وعقب وصول الساده القضاه الساعه 7 صباحا هيتاكدوا من الاختام الموجوده على المقار الانتخابيه، ويعيدوا فتح اللجان الانتخابيه، وهتتم لغايه الانتهاء ان شاء الله. طيب سيادة اللواء، بالنسبة لبعض المرشحين اللي عايزين مندوبيهم يعني يباتوا جنب الغرف اللي فيها الصناديق، هل ده مقبول؟ ده مش مقبول، عشان احنا لو سمحنا بالكلام ده يبقى هنسمح لكل اطياف كتير ممكن تكون مسار لمنازعات امام اللجان. احنا قادرين بحمد الله سبحانه وتعالى مع اخواننا في القوات المسلحة ان نأمن اللجان ده تأمين كامل. هو كان في تصريحات خرجت من اللجنه العليا للانتخابات بتقول ان ممكن المندوبين مندوب لكل مرشح يكونوا في الدائره المحيطه بال والله لو هيبقى موجود في الشوارع الجانبيه بعيده عن اللجنه، لكن مش هيبقى موجود في اللجنه. انا بشكرك جدا، واتمنى لكم بقى ان شاء الله التوفيق بكره ان شاء الله باذن الله عشان تتم العمليه برضه على خير ان شاء الله باذن الله. معانا